تحياتي. طريقة تغيير بوجهات السيارة أو السبارك بلاج، يمكن الاسم سهل أو المفهوم سهل، طريقة تغيير البوجهات يعني أي حد يغيرها، ولكن في الحقيقة في بعض التركات الفنية أثناء تغيير البوجهات ممكن تنعكس بطريقة عكسية على الموتور أو على السلندرات. في الفيديو ده هوضح الطريقة الصحيحة لتغيير بوجهات السيارة أو السبارك بلاج مع ضبط الثغرة أو العيار أو الجاب أو الخلوص للبوجيه. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة الصحيحة لتغيير وضبط بوجهات السيارة. علشان تيجي تغير بوجهات السيارة أو شماعات الاحتراق أو السبارك بلاجز، بيكون أشكال وتصاميم المحركات كتيرة جدا. يعني في موتور تلاقيه واقف بطول العربية، في موتور بعرض العربية، عندنا هنا في مكنة البي ام دبليو الموتور بيكون بالطول في العربية. طيب في طبعا أشكال وأماكن مختلفة لأماكن تواجد البوجيهات أو السبارك بلاجز. في اللي بيكون فيه من أعلى وش السلندر أو من رأس الماكينة، وفي اللي بيكون من الجنب، وفي اللي بيكون عليه كفر علشان ما يدخلش أي أوساخ أو أتربة. في المنظر اللي عندنا هنا هوت بيكون البوجيه في جنب الموتور وما عليهوش كفر، فبتبدأ أنت تشيل الأسلاك بالشكل ده بتطلعها وتبدأ تحرك السلك من خارج وش السلندر بالشكل ده، تبدأ تطلع كل الأسلاك. قبل ما تيجي تبدأ تفك الأربع بوجهات باستخدام المفتاح المخصص ليهم، وارد يكون إن في تجمع أتربة وغبار وتراكمات قديمة بسبب المدة الطويلة إنك أنت ما حلتش فيها البوجهات. فعشان ما تحلش البوجيه ويبدأ حاجة تقع جوه راس البسم من فتحة البوجيه، باستخدام مسدس هواء أو بلور، لاحظ كده اللي هيحصل لما هبدأ أضغط هواء علشان أنفض الأتربة. شايف الغبار اللي طالع؟ طبعا باستخدام بلاور او باستخدام ضغط هواء بتبدأ تنظف حوالين الاربع بوجهات، عشان لما تحل البوجيه مفيش حاجة تقع جوه راس البستم وتسبب مشاكل في السلندر من الداخل. بعد كده بتجيب اليد واللقمة المناسبة وتبدأ تبيتها على البوجيه علشان تبدأ تحل البوجيه، وانت بتحل واحدة واحدة لأني وارد يكون بقاله فترة ما تحلش فتلاقي البوجيه تقيل معاك بالشكل ده، وتبدأ تحل البوجيهات وبتبدأ بعد كده تكمل حل لغاية لما البوجيه يطلع معاك بالشكل ده. طبعا البوجيه هنا هوت بقاله فترة كبيرة جدا ما تغيرش، وطبعا حصل فيه تآكل في الثغرة بتاعته او الجاب بتاعه او الخلوص بتاعه، حصل فيه تآكل مكان العمر الافتراضي بالشكل ده. طبعا حالة محرك السيارة بتبان من شماعات الاحتراق او من البوجيهات، طالما الفحم الابيض دوت مش غرقان زيت ومعلهوش زيت او معلهوش نسبة هباب او كربون، فده بيدل ان العربية عندك حالة الكبس بتاعتها كويسة مش وحشة، وكمان الرشاشات او نظام الحقن بتاعك مفهوش اي مشاكل والبنزين بيخرج بالظبط. طبعا زي ما هو واضح كده هو بوريلكوا تاني هو حالة البوجيهات هنا هوت، طبعا هي مستهلكة ولكن حالة محرك العربية كويسة. طبعا هوضح توضيح اكتر بالمقصود ان انا انفخ بالهواء قبل ما اجي افك. اهو مكان هنا البوجيهات الفتحات دي بيكون متجمع فيها اتربة، فعشان وانت بتحل ما يخشش حاجة مكان ما انت طلعت البوجيه او فكيت البوجيه. اهو بيكون هنا في فتحات، اهو انا بنظف الاول علشان ما فيش حاجة تنزل على راس البستن.
قبل ما بتيجي تركب البوجي في السيارة، لو كان بوجي شعلة واحدة بيكون ليه ضبط خلوص أو جاب اللي هو مكان خروج الشرارة أو مسافة خروج الشرارة بين قطبين البوجي، يعني في شرارة هنا بتخرج فبيكون ليها خلوص اللي هو مدى الخروج بتاعها أو مساحة الخروج بتاعها. لو البوجيهات 2 شعلة 3 شعلة 4 شعلة ما بيكونوش محتاجين ضبط، ولكن لو شعلة واحدة بتحتاج ضبط. طيب نعرف الكلام ده ازاي او نعرف القياس او العيار بتاعها ازاي؟ بيكون مكتوب في اليوزر مانوال او كتالوج السيارة. طيب ما معناش كتالوج السيارة، اسفل الفيديو في الديسكريبشن تحت هحط لك لينك موقع تقدر تعرف منه الخلوص او الجاب بتاع البوجي بتاع سيارتك، عن طريق ان انت بتحط الموديل وبتحط الماركة وبتحط الساعة اللترية بتاعة الموتور او نوعية الموتور، وبيبدأ تحت يطلع لك الخلوص. طبعا تاخد بالك بالبوصة ولا بالملي متر، يعني على حسب، يعني مثلا الفيلر اللي احنا شغالين بيه هنا هو بالملي متر، يعني هنا 100، المية ده يعني 1 ملي، هنا 70 معناه 7 من 10 من الملي. طيب مثلا يعني البوجي ده انا عايز اظبطه على فيلر 100، باجي اجيب فيلر 100 وباجي اظبط اركب هنا الاقيه داخل اهو مظبوط، طبعا ما يكونش فيه بوقش، يعني اجي احرك الفيلر يمين وشمال كده اهو ما الاقيش فيه بوقش، كده اهو ما فيش بوقش خالص محكوم. طيب اجي امشي اهو هو كده تقيل معايا شويه، اجي امشي الاقيه بيمشي معايا. طيب نجيب بوجي تاني، بوجي زي ده اهو الفيلر المية هنا مش عايز يخش، نبص كده اهو الفيلر المية اهو مش عايز يعدي. طيب اعدي ازاي؟ ما جيش بقى الفيلر ده اروح زنقه مرة واحدة علشان ما جرحش السن وبوظه، ولكن باستخدام بنسة بالشكل ده اجي اروح دايس على السن واروح فاتح واحدة واحدة كده سنة صغيرة، واجي اعدي الاقي اهو يعني جاب معايا عن الاول بس برضو مش مظبوط معايا، اروح جاي فاتح سنة كمان بالشكل ده اجي اعدي الاقي يعني داخل، بس داخل ايه عافيه يعني اهو داخل عافيه. طب اجي احرك لا تقيل معايا، اروح جاي فاتح سنه كمان بالشكل ده اهو تمام، اجي ابص دخل معايا بس ايه تقيل ما بيتحركش، لا برضو اظبطه الظبطه الصح بتاعته اهو كده اهو بات معايا اقدر اتحرك. طب في بوش؟ لا مفيش بوش. طب اتحرك؟ اه بيتحرك معايا اهو كده، يبقى انا ظبطت البوجي مظبوط وابدا اركب. طبعا بتيجي تركب البوجي في اللقمه او المفتاح المخصص ليه، وركز معايا في طريقه الربط لان في طريقه فنيه لربط البوجي. بتيجي بتروح مبيت البوجي بالشكل ده، ما بتربطش على طول، انت بتلف لف عكسي كانك بتفك كده اهو، انت كده اهو كانك بتفك اهو بتلف لفه عكسي. ليه؟ علشان السن يبات مظبوط، وتروح بعد كده تبدا تربط بالشكل ده. تربط بايدك الاول، لو لقيت البوجيه تقيل معاك ما تربطش علشان ما يكونش داخل غلط وتبوظ السن. تبدا تربط بايدك كده اهو، يعني انا كل ده عمال اربط بايدي اهو، كل ده لسه السن خفيف معايا اهو، بدأ كده السن يتقل كده خلاص السن تقل معايا، اروح جاي رابط بعد كده بايدي. طبعا المفروض يكون معاك تورك رينش او مفتاح عزم، لان البوجيهات المفروض بتتربط على عزم معين او نيوتن معين، فطبعا احنا بنيجي بالتقريب بنروح رابطين كده بايدينا كده، واروح راجع تاني اروح مبيت اهو ابدا اربط كده بدا يتقل اهو، اروح راجع تاني وهكذا. انا بوري لك لايف عشان تربط صح تمام اهو. كده بدا يتقل معانا اهو، تبدا تجيب بقى معاه واحده واحده بايدك كده اهو،
تبدأ تجيب وتنزل تاني اهو. طبعا في وردة البوجي لما بيكون جديد بيبقى الوردة لسه بتاعته جديدة ما طبعتش، بتبدأ تيجي تربط. بص يعني بصبعين كده اهو، اقصى عزم صبعين ايديك يجيبوه وتروح موقف كده، انت ربطت البوجي بطريقة صحيحة. ولو معاك مفتاح عزم بيكون فيه نيوتن معين. طبعا في بعض البوجيهات بيكون محدد لك هنا طريقة الربط بالظبط ازاي تربط وازاي تحرق. بعد ما ركبنا الاربع بوجيهات بالشكل ده بيكون كده البوجي راكب اهو، يعني ده ظهر البوجي اهو راكب بالشكل ده. تبدأ تيجي تبيت الاسلاك واحدة واحدة. طبعا هنا بنجيب اهو السلك الاخير. طبعا تاخد بالك من ترتيب الاسلاك، يعني انت لو العربية الاسلاك فيها مش مترقمة، يعني انا هنا عندي مترقمة 4 في اتجاهه 3 في اتجاهه 2 وهكذا، كل حاجة في ترتيبها. لو انت مش عارف ترتيب الاسلاك تغير بوجي بوجي علشان العربية ما تخلفش معاك تقسيمة بالشكل ده. انا قفلت الاربع بوجيهات. بكرر تاني، لو انت العربية معاك مش عارف تقسيمة البوجيهات بتاعها ايه والاسلاك بتاعتها ايه بتغيرهم واحدة واحدة. ولو انت العربية بتاعتك المبينة بتاعتها على كل بوجيه فوق في الاي وفي الديسكريبشن تحت هيظهر فيديو طريقة تغيير البوجيهات في العربية ذات المباين الواحدة. في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير، ولو عندك استفسار اكتب كومنت اسفل الفيديو. شكرا ليكم.